يعطيكم العافية. اليوم ردينا وفرنا هالأربع موديلات من شركة كيبر بالأرصال الثابتة. فعندنا أول موديل وهو موديل الشورت من شركة كيبر، مخصوص هذه السكين راح تكون بمعدن الـ 1095 هاي كاربون ستيل، وراح يكون معاها جعاب الجلد. طبعا هذه المواصفات تنطبق على الأربع موديلات بالنسبة للجعاب مصنوع بالمكسيك، وأما بالنسبة للسكين فهي صناعة أمريكا، كلهم راح يكونون بنفس المعدن لكن فرق بسيط بين الموديلات. الموديل الثاني أيضا هو موديل الشورت، لكن راح يكون جزء من النصل سيريتد وباقي النصل راح يكون عادي. ثالث موديل هو من فئة اليو اس ام سي، راح يكونون حاطين على النصل بالإضافة إلى الجعاب شعار اليو اس ام سي. وأما آخر موديل فراح يكون موديل المارك 1 من شركة كيبر، راح يختلف المقبض عن باقي المقابض إنه راح يكون حجمه أعرض، وبالنسبة للسكين راح يكون وزنها أخف من باقي الموديلات. طبعا هذه المجموعة حاليا متوفرة عندنا بالأفرع سواء الشويخ أو أسواق القرين، بالإضافة إلى الأونلاين. راح أحط لكم لينك تقدرون تطلبون منتجات كيبر عن طريق اللينك، أو تزورون الأفرع وتحصلون هالتشكيلة موجودة عندنا. حياكم الله.